السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا سنة تانية النهاردة هناخده درس جديد اسمه إيه؟ جدول ضرب أسنان. جدول ضرب إيه؟ أسنان. طيب قبل ما سنة تانية إن شاء الله هنتعرف على جدول الضرب، هتعرف معاكم كده على إيه؟ على الصورة الموجودة أمامنا. الصورة الموجودة أمامنا إيه؟ هنبص مع بعض. الصورة الموجودة دي عبارة عن أطباق، عبارة عن إيه؟ أطباق. في كل طبق في إيه؟ في تفاح، صح كده يا سنة تانية؟ طيب بص معايا بقى، في كل طبق، الطبق الأول الأول في كام تفاحة؟ تفاحتين. الطبق الثاني في كام تفاحة؟ تفاحتين. الطبق الثالث تفاحتين. الطبق الرابع تفاحتين. طيب لو أنا طلبت منكم يا سنتين إن أنتوا تجمعوا لي عدد التفاح أو تحسبوا لي عدد التفاح الموجود في إيه؟ في الأطباق كلها. طيب هنحسب إزاي؟ هتقول لي يا ميس هجمع عدد التفاح. طيب بص بقى معايا، هتجمع عدد التفاح الموجود في الأطباق كلها. طيب يبقى اسنان زائد اسنان زائد اسنان زائد اسنان. اسنان دي ايه يا ميس؟ اللي هي ايه؟ عدد التفاح الموجود في الطبق الاول زائد عدد التفاح الموجود في الطبق الثاني زائد عدد التفاح الموجود في الطبق الثالث زائد عدد التفاح الموجود في الطبق الايه؟ الرابع. طيب لما جمعتهم بيساوي كام؟ يساوي 8. يساوي كام؟ 8. طيب انا بقى النهارده ان شاء الله هديلك عمليه جديده اسمها عمليه الضرب. وعمليه الضرب ديت هي عباره عن ايه؟ هي تكرار لعمليه الجمع. يعني ايه تكرار لعمليه الجمع؟ يعني انا دلوقتي بدل ما اقول لك اسنان زائد اسنان زائد اسنان زائد اسنان، طب افرض انا جبت لك ارقام كبيره، هتقعد تجمعهم كده كلهم؟ لا، عمليه الضرب هي تكرار. يعني ايه تكرار؟ بص معايا، انا دلوقتي هقول اسنان، اسنان اللي هو ايه؟ عدد الايه؟ عدد التفاح الموجود في الطبق. طيب في اللي هي ايه؟ رمز عمليه الضرب. طيب في اربعه، طب الاربعه دي جبتها منين يا سنه تانيه؟ بص معايا، اسنان زائد، بص اللي معايا، الاسنان اتكررت كم مره؟ يبقى الاربعه اتكررت الاسنان، يبقى الاربعه دي يا سنه تانيه جت منين؟ قلنا الاربعه ديت هي ايه؟ عدد تكرار الاسنان. طب بص معايا، اسنان اهي المره الاولى، اسنان الثانيه، اسنان الثالثه، اسنان ايه؟ الرابعه. يبقى الاسنان دي انا كررتها كم مره؟ اربع مرات. اربع ايه؟ مرات. عشان كده انا قلت لك ايه؟ اسنان في اربعه يساوي كام؟ يساوي 8. يلا معايا بقى يا سنه تانيه، يبقى ناخد بقى ايه؟ جدول ضرب ايه؟ اسنان. بص معايا، اسنان في صفر يساوي ايه؟ بص الاول قبل ما اقول يساوي ايه، افكر الصفر ده اتفقنا ان هو ايه؟ عدد قوي. اتفقنا ان هو ايه؟ عدد قوي. لما بضربه في اي رقم ايه؟ بينزل زي ما هو، بينزل زي ما هو. يبقى الاسنان في صفر يساوي صفر. جميل. طيب رقم اتنين بقول ايه؟ اثنان في واحد، واتفقنا مع بعض قلنا اثنان اللي هو ايه؟ جدول الضرب اللي احنا بناخده النهارده، اللي هو اثنان العدد الثابت، في اللي هي رمز عمليه الضرب. طيب واحد يعني ايه؟ يعني الاثنان دي اتكررت ايه؟ مره واحده بس، يبقى هي ايه؟ الاثنان، يبقى يساوي اثنان. طيب اثنان في اثنان، الاثنان دي قلنا ايه؟ معناها ان الاثنان اتكررت كم مره؟ اثنان. يعني معناها كاني بقول ايه؟ اثنان زائد اثنان يساوي كام؟ يساوي اربعه. طيب اثنان في ثلاثه يساوي سته، يبقى تاني كاني بقول لك ايه؟ ان الاثنان كررتها كم مره؟ ثلاث مرات، واحنا اتفقنا قلنا ايه؟ ان الثلاثه دي ايه؟ عدد مرات ايه؟ التكرار. جميل. اثنان في اربعه، يعني كررت الاثنان كم مره؟ اربع مرات، يساوي كام؟ 8. اثنان في خمسة يساوي كام؟ يساوي 10. يبقى الاثنان كررتها كم مرة؟ خمس مرات. اثنان في ستة يساوي 12، يبقى كررت الاثنان كم مرة؟ ستة. اثنان في سبعة يساوي 14، يبقى كررت الاثنان كم مرة؟ سبع مرات عشان ما نتلخبطش. اثنان في ثمانية يساوي 16، يعني كررت الاثنان كم مرة؟ 8 مرات. اثنان في تسعة يساوي 18، يعني كررت الاثنان كم مرة؟ 9 مرات. اثنان في 10 يساوي ايه؟ 20. يبقى كده انتهى ايه؟ جدول ضرب اسنان. وخلي بالك يا سنة تانية ان احنا عايزين قبل ما نحفظ الجدول لازم نكون فاهمينه كويس قوي، ونعرف ان احنا حتى لو نسينا الرقم ان احنا نعرف نستنتجه ازاي، ونعرف نحسب جدول الضرب ايه؟ في اي رقم يجي لي ازاي؟ السؤال بيقول لي ايه؟ اكمل
صفر في اثنان يساوي كام؟ صفر. زي ما قلنا الصفر عدد قوي بضربه في اي رقم يساوي صفر. واحد في اثنان يساوي اثنان، يبقى كانه بالظبط ايه؟ بيراجع لك جدول الضرب. اثنان في اثنان يساوي اربعه، ثلاثه في اثنان يساوي سته، اربعه في اثنان كاتب لي ايه؟ نقط. اربعه في اثنان نفكر يا سنه ثانيه بيساوي كام؟ بيساوي ايه؟ ثمانيه. طب ركز مع بعض كده، بيقول لي ايه؟ اربعه في اثنان. طب احنا خدنا مس اثنان في اربعه، بس احنا عارفين كويس قوي ان الضرب ايه؟ عمليه ابداليه. الضرب عمليه ابداليه، ودي من خواص ايه؟ من خواص عمليه الضرب، بمعنى ان اربعه في اثنان هي هي اثنان في اربعه علشان ما نتلخبطش. خمسه في اثنان يساوي عشره، سته في اثنان يساوي ايه؟ اثنا عشر، سبعه في اثنان يساوي ايه؟ اربعه عشر. السؤال التالي، اوجد حاصل ضرب. المسائل يا سنه تانيه بتجيلي بطريقتين، يا اما الطريقه تكون راسيه يكتب لي المساله بطريقه راسيه، اما بطريقه ايه؟ افقيه. بطريقه راسيه كاتب لي الارقام تحت بعض، سته في اثنان يساوي ايه؟ اثنا عشر، يبقى ده ايه؟ سؤال مباشر. سبعه في اثنان يساوي ايه؟ اربعه عشر. تسعة في اثنان يساوي أربعة، تسعة في اثنان يساوي إيه؟ ثمانية عشر. طيب المسألة الثانية جايبها لي بطريقة ايه؟ أفقية، يعني جنب بعض. اثنان في أربعة يساوي ثمانية، اثنان في ثمانية يساوي ايه؟ ستة عشر. يبقى كلها ايه؟ كلها أسئلة مباشرة على جدول الضرب. بص معايا سنة تانية، مسائل جدول الضرب مش شرط تجيلك في الأرقام، أما ممكن تيجي ايه يا ميس؟ ممكن تيجي في ايه؟ في هيئة مسائل لفظية. تعال نقرأ مع بعض المسألة دي. إذا كان علبة الألوان تحتوي على ست أقلام، فكم قلما في علبتين؟ نفهم مع بعض المسألة الأول. هو بيقول لي إيه؟ إذا كان علبة الألوان، يعني أنا دلوقتي ماما اشترت لي علبة ألوان، خلاص؟ تحتوي على ست أقلام، يعني موجود فيها كم قلم؟ ست أقلام. طيب لو ماما اشترت لي أنا وأخويا كم علبة؟ علبتين، يبقى هيكون معايا كم قلم؟ بص معايا، عدد الأقلام يساوي، عدد الأقلام يساوي إيه؟ بص معايا كده، أنا هشتري كم علبة؟ هشتري علبتين أنا وأخويا، يبقى هنكتب إيه؟ اثنان. جميل، هنكتب إيه؟ اثنان. في قلنا اللي هي إيه؟ رمز عملية الضرب. في كام يا ميس؟ هو دلوقتي كل علبة فيها كم قلم؟ فيها ست أقلام. طب أنا عايز أشوف عدد الأقلام اللي موجودة في الإيه؟ في العلبتين، عشان أنا ما أعرفش. يبقى هقول اثنين في ستة يساوي كام؟ يساوي إيه؟ اثنا عشر قلم، يساوي إيه؟ اثنا عشر قلم. يبقى كده ايه؟ يبقى كده احنا عرفنا ازاي نحل المسألة، وبتبقى سهلة جدا، بس المهم تفهم المسألة. وكده ان شاء الله خلصنا يا سنة تانية جدول ضرب اثنين.